مشاهدينا اهلا بيكم، حلقه جديده ويوم جديد وهوا جديد وبرنامجكم اليوم المتجدد دائما حديث التعليميه. اسمحوا لنا نقول لكل مشاهدينا من الامه الاسلاميه والامه العربيه كل سنه وحضراتكم طيبين في ثاني يوم من ايام الشهر المبارك شهر الكريم. يمكن النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا، هنتكلم على شهر رمضان، على روحانيات هذا الشهر، لان هذا الشهر من افضل شهور هذا العام، وهنتكلم على شروع الصيام في هذا الشهر تحديدا، نتكلم على العبادات المستحبه والادعيه المستحبه في الشهر الكريم. لكن تعالوا معانا نبدا حلقتنا زي ما عودناكم باهم اخبار العمليه التعليميه. رفض المقترح بإطالة مدة الدراسة العام الدراسي القادم 2017-2018. تعرف على نظام الجديد للتعليم الفني بداية من العام المقبل. التعليم تعلن عن شروط قبول اعتذارات المعلمين للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة. وأخيرا جدل في مجلس النواب حول تحديدها، والخبراء ميزانية التعليم تهم المجتمع وليس الوزارة فقط. ومن العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم. تعد مقترحات وزارة التعليم بإطالة العام الدراسي والتي أعلن عنها السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم، وقد عبرت لجنة التعليم بالبرلمان المصري عن نتيجة دراسة هذا المقترح بإطالة مدة العام الدراسي القادم 2017-2018، حيث علق الدكتور عبد الرحمن برعي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب معلنا عن موقف البرلمان من مقترح الوزير، حيث قال الدكتور عبد الرحمن برعي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إنه يرفض إطالة مدة العام الدراسي لعدة أسباب كالتالي: الإجازة التي يحصل عليها الطلاب في مصر متقاربة مع الإجازات في العديد من الدول العالم، الأسرة المصرية تحصل على 3 شهور راحة خلال الصيف بعيدا عن ضغوط الدراسة ومصاريف الدروس الخصوصية، درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف قد تكون سببا في منع تنفيذ هذا المقترح. جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أكد في تصريحات إعلامية له إنه يريد إطالة العام الدراسي لشهور أخرى لأن الحالي قصير للغاية وهناك دراسة لبحث ذلك الأمر. أكد الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني أن النظام الجديد الذي سوف يتم الإعلان عنه لتطوير التعليم الفني خلال أيام، حيث يخصص الاختبارات للعاملين بنسبة 70% والمواد النظرية بنسبة 30%، وأضاف أيضا الجيوشي أن نظام المجموع سوف يتم حسابه تراكمي بداية من السنة الأولى في التعليم الفني نهاية بنسبة الدبلوم، وسوف يحصل الطالب على فرصة دخول الجامعة بنسبة أفضل من الحالية وله الأولوية مثل طالب الثانوي العام تماما. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بدأ من اليوم السبت وحتى الأربعاء المقبل تبدأ الوزارة في قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة. وحددت الوزارة عددا من الشروط لقبول هذه الاعتذارات، منها ما يلي: الحالات المرضية أو وجود طفل رضيع حتى عامين بالنسبة للمعلمات، وأيضا وفاة الزوج أو الزوجة وعمل الزوج بمنطقة نائية ورعاية الأبناء المعاقين ذهنيا وسفر الزوج للخارج. وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للمستندات المطلوبة لنوع الاعتذار الأول وهو المرض تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية، وبالنسبة للنوع الثاني من الاعتذارات وهو الطفل الرضيع صورة من بطاقة تحقيق الشخصية للأم وصورة ميلاد الطفل وأيضا صورة من شهادة وفاة الزوجة أو الزوجة
بالنسبة للنوع الثالث من أسباب الاعتذار، وأيضا تقرير طبي معتمد للنوع الرابع، وأيضا صورة من جواز السفر بتأشيرة الخروج. وأخيرا، ما زال الجدل مستمرا في البرلمان بشأن زيادة ميزانية التعليم في الموازنة الجديدة للعام الدراسي الحالي 2017-2018، رغم سحب مناقشة الموضوع من لجنة التعليم للبحث العلمي وإحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلا أن الأمر لم يحسم بعد، مما أدى إلى زيادة الشكوك في زيادة الميزانيات حسب نصوص الدستور. وأكد خبراء التربية على ضرورة مشاركة المجتمع المدني ورجال الأعمال لتطوير العملية التعليمية، مطالبين بضرورة فصل مرتبات المعلمين والجهاز الإداري عن ميزانية التعليم وأن تتبع ميزانية الدولة. مشاهدينا، نخرج فاصل قصير ونرجع مرة تانية نبتدي معكم أولى فقراتنا الحوارية من داخل استوديو الهواء مباشرة في حديث التعليمية، ولكن بعد الفاصل.